كف العرب ترسم على شط الأعراب سفينة تبحر بلي شراعي ووجيه مرسومة وأعلام وأحراب وثعبان مرسوم براسه قناعي رسامها يبغى تواقيع وإعجاب وجمهور يهتف له بكل استطاعي شاهدتها وأنا مع مدخل الباب في صالة المعرض بطول ارتفاعي لوحة عجيبة حيرت كل الألباب من ريشة الفنان خدت انطباعي كنت أتأمل بالتفاصيل بسهاب والهام شعري قام يلوي ذراعي يقول هات الصدق لا تصير كذاب في محفل الأشعار خلك شجاعي قلت الحقيقة تنحلق بعض الأشناب كف العرب تصفع خدود الرعاعي الوضع متأزم عصابات وأحزاب وديارنا فيها يزيد الصراعي أقطارنا ضاعت بتشتيت الأجناب وضعفت قواها من سهام النزاعي أقراب لكن في الحقيقة احنا غراب ترسم ملامحنا خيوط الضياعي حتى عدانا من غضبنا هم أحباب صرنا طعاما للوحوش الجياعي صرنا بعالم كلها حزان ورهاب من لحمنا شبعت بطون السباعي حقيقة مرة لها عدة أسباب لو نبحث الأزمة بكل اجتماعي إسلامنا اسم بلا فعل أصحاب ضعفت عقيدتنا بسم الأفاعي البيت لو شالوا عنه بعض الأطناب الريح ترميبه بفج الوساعي صورة من الواقع على وجه مرتاب جسد ملامحها بكل ارتياعي إلى متى وإحنا كذا حكي واعتاب وجه الفقير يلوم وجه الشباعي وإلى متى وإحنا مشاريه وحساب اللي شرى واللي في الدين باعي وإلى متى وإحنا جواسيس وذناب وإلى متى نخشى صفير اليراعي إما تجمعنا على نهج وكتاب ولا على الدنيا سلام الوداعي.